ولكن في عندي معلومات عايز اقولها لحضراتكم او لكل اخواتنا اللي بيخش المطبخ ليه علاقه بتفاصيل الحروق شويه. تجنب اي شيء لا قدر الله ممكن ياذينا او ياذي اولادنا، لان في بعض الاوقات الواحد ممكن يكون بيشتغل على بوتاجاز مثلا كهرباء، فخاينه التعبير، ممكن يكون واحد بيشتغل على بوتاجاز غاز فبرضه مش شايف اللي ممكن يحصل ايه من اي شيء. ايه اللي ممكن يحصل؟ انا قدامي ورق يعني اقرب من ورق اتكلم معاكم بطبيعتي، انتوا عارفين اني ما بحبش احفظ. مثلا لو انا بطبخ في البيت وعيالي جنبي انا لازم اكون حريصه جدا واخد بالي من ده كويس جدا. الطاسه لو ايديها يعني مع احترامي لحضراتكم في يعني بره والطفل معدي لا قدر الله ممكن يخبطها فدي تعمل مشكله، اخد بالي من ده. طب لو لا قدر الله مثلا حصل اي نار في البطاقه في الحله بتاعتي او في ما بيحصل ببقى سايب زيت واجي لو رجعت ميه تروح الدنيا ما تعرفش بيحصل لا قدر الله ايه اللي يحصل. كانوا زمان يقول لك ايه اجري حط دقيق اجري حط مش عارف ما الحاجات دي ممكن بتبقى فيها مشاكل. طب ايه الموضوع؟ ممكن يكون قماشه مبلوله واكتب بيها الموضوع فتكتب الهواء ما تطلعش نور، دي معلومات برضو احب يكون مهمه. طب مثلا لا قدر الله لا قدر الله يعني في قلق شويه في المطبخ وعندي انبوبه غاز ما عنديش الغاز الطبيعي، طيب انا خلصت اكلي لازم اقفل الانبوبه، لازم اقفلها ما بقاش الموضوع يعني بشكل يعني سايبه وكده ما تضمنش الظروف. طب اعمل ايه تاني ضمن الحاجات دي مثلا لاطفالنا؟ بحاول دايما اكون على قد ما اقدر ابعد الاطفال في اي شيء ليه علاقه بالنار. حتى فكره مثلا يعني زي ما بقولها دايما يعني مثلا في السكاكين بيبعد برضو السكين، بس النار النهارده انا بتكلم عنها عشان موضوع الحروق ده بيبقى يعني حاجه مش لطيفه. زائد كمان حاجه تانية زي ما حضراتكم شايفين مثلا الحاجه اللي جنبي الحاجه صباح وهي بتطبخ ايديها متشمره، دي مهمه جدا المعلومه دي، ما بقاش سايب ايد الكم كله على النار. مش اقارن مثلا بالحاجه احلام، الحاجه احلام لسه ما بتطبخش على النار، المقصود الكم ده ده ما ينفعش يكون جنبي وانا بطبخ عشان لا قدر الله هتلاقيه وقع في الشوربه، هتلاقي لا قدر الله نار قريبه منه فاتجنبه. ومعظم كمان ملابس امهاتنا ربنا يديهم الصحه بتبقى قماشتها ناعمه جدا فلا قدر الله يعني ممكن يعني تبقى مش لطيفه. فدي حاجه مهمه جدا وبحب دايما اخر حاجه اقفلها برضه الطفايات الحريق يا جماعه الصغيره دي ممكن نحطها في المطبخ لا قدر الله لا قدر الله لو احتاجناها تكون مهمه جدا اوفر وافضل من نقعد نعمل اي حاجه ما بقاش عارفين استجابتها لطفي الحريق. ودي معلومات على ما اعتقد يعني اتمنى توصل لحضراتكم بشكل بسيط. مستشفى اهل مصر دي وكمان الموضوع حتى انا بقول دلوقتي يعني موضوع خيري وحضراتكم اكيد اتبرعتوا في المستشفى دي بموضوع خيري واكيد المعلومات دي عايزين نوصلها كل امهاتنا واهالينا في البيوت بشكل بسيط مش محتاجه يعني تفاصيل كتير، ولكن المعلومات دي انا شايف ان مهمه جدا ناخد بالنا شويه من التفاصيل دي. وربنا يا رب يكفينا شر المداري ويكفينا شر الحروق وشر كل من المداري يا رب.